أقل من 72 ساعة قبل اكتمال وصول حجاج الداخل والخارج الذين ارتفعت أعدادهم 20% هذا العام بعد أن انتهت معظم أعمال البنى التحتية في المشاعر المقدسة. وصل حتى إعداد هذا التقرير 1,300,000 حاج إلى مكة في انتظار أن يرتفع العدد إلى 2,000,000 لتبدأ مرحلة التصعيد إلى مشعر منى يوم التروية. أعضاء التفويج في مكاتب الخدمة لديهم أبليكيشن بحيث يتم إدخال وقت الفوج عند خروجه ووقت الفوج عند دخوله، وأيضا إبداء أي ملاحظات تعترض تنفيذ خطة التفويج لديهم، وتصل هذه المعلومات بشكل مباشر إلى غرفة المراقبة والتحكم في القيادة والسيطرة، وبالتالي تتعامل معها. طبعا هذه الغرفة مخصصة للتفويج تتعامل مع هذه المعلومات. مرشد لكل 250 حاج يقود عملية التفويج، وكل دولة ترسل مع حجيجها موفد للتوقيع على الالتزام بخطة الحج لضمان نجاح التفويج بكل يسر وسهولة. معيارين يعني إضافة في هذا العام، أولا زيادة عدد الحجاج نسبة 20%، وهذا تحدي كبير جدا لنا، وايضا هناك متغيرات جويه يعني زياده ارتفاع درجه الحراره العام الحالي. سعينا الى تحقيق النسبه العاليه من رغبات الحجاج، ابغى ارمي الصباح، ابغى ارمي الظهر، ابغى ارمي في الليل، فمن ثم حاولنا نحقق هذه الرغبه فنجحنا في ان شاء الله باذن الله سيكون يعني تحقق بنسبه عاليه، وهذا الاختبار الحقيقي لتطبيق هذه الجداول والالتزام فيها. أكد المسؤولون عن تنفيذ خطة الحج هذا العام أن وسائل نقل الحجاج الثلاث، الباصات الترددية وباصات النقل العام وقطار المشاعر، قادرة على نقل 2,000,000 حاج بين المشاعر دون الحاجة لوجود مشاة، وأن العائق الوحيد لذلك عدم التزام الحجاج بمسارات ووقت التحرك أو تفضيلهم السير على الركوب. خالد العمري، العربية، من المشاعر المقدسة.